أعتقد أنه وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت هي اللغة السائدة في المجتمع حاليا، في المجتمع بأكمله أصبحت هي لغة العصر. لا يمكن أن ينشر أحد فكرة ويريدها أن تؤثر في الآخر دون اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك يمكن تفعيل الحوار عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإنشاء صفحات للنقاش العام على أن تكون تمتلئ بمساحة آمنة للمتشاركين أو للمناقشين، أنه حاسس أنه مهما قال أو مهما فعل لن يلام، لن يكفر، لن يقابل بالرفض. هو حر تماما في أن يطرح ما يشاء ما دام يلتزم بحدود الحرية للآخر. يعني حتى في القرآن الكريم ربنا بيقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قالوا لأجل الاختلاف والرحمة. فلا يمكن أن أنت تجمع الناس أو 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 تلغي فكرة الاختلاف أو تتنكر لها إنه ما فيش اختلاف، إحنا مش مختلفين. لا، الحقيقة لابد أن ينطلق المتحاورون من منطلق أننا جميعا مختلفون، إحنا كلنا مختلفين صحيح، لكن اختلافي لا يعني أو اختلافي عنك أو اختلافك عني لا يعني أنني أرفضك. نحن مختلفون ونتفق على أن هذا الاختلاف موجود وأن من حق كل منا أن يمارس اختلافه بحرية تامة. ماذا يمكن أن يقدم كايسيد؟ أشياء كثيرة. يعني أعتقد ممكن أنه هو يكون له دور فعال في دول المنطقة، ممكن يكون في فرع للمؤسسة أو جمعية منبثقة عن المؤسسة في كل دولة تقوم بعمل مؤتمرات وتدريبات للشباب من جميع الأطياف أو الأفكار المختلفة على فكرة قبول الآخر والحوار وكذا. إذا ده حدث يعني في أكثر من بلد بعد فترة وبشكل مستمر ودوري، بعد فترة من الزمن سنجد جيل مثقف تماما يعي فكرة الحوار ويؤمن بها ولا يجد مشكلة في أن يتقبل الآخر مهما كانت أفكاره.